أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من Monday Night Raw. من شو؟ حلقة جديدة. أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن Monday Night Raw، عنوانها CSI Hunter. شفنا غموض وأحداث تحتاج لها محققين وفريق مختص للبصمات ليعرفوا من هو الجاني. بس قبل ما نسولف العرض، أول شيء شفت تغريدة، واعتقد التغريدة نقدر نربطها بالأحداث اللي صارت في العرض. أحد أو إحدى الجماهير، ما أدري إذا هذا ولد أو بنت، نقول حساب Spicy Cakes، أول شيء من يأكل كيك وهو سبايسي، باسم ستار، قالت توني خان انت وقعت مع ميرو عشان تضمه في AEW من الاتحاد الثاني، سؤالي شو قاعد يسوي حين اصلا؟ ما توقعت يوما ما اشتاق لروسف داي، انت مستغله بشكل اسوأ من WWE، ونفس الشيء مع اندرادي. بتقول التغريدة عادية يعني من احد الجماهير، بقول لك صحيح، ولكن اندرادي بنفسه عمل لايك للتغريدة، وحتى الان اللايك موجود، دخلوا حسابه وشوفوا اللايكات بنفسكم. فحبي اندرادي الايدولو، اذا فعلا تبغى تطلع من AEW وتنضم للWWE، انا اقول يعني حاسب على نفسك، لان عمو اتش قاعد يوقع مع اسامي نوعا ما غريبه وناس الفري ايجنتس المهمين برا على الاتحاد. رأيي الشخصي، خلنا نبدأ بالعرض. شفنا أسامي المشاركات في بطولة التاج تيم للسيدات، أبرزهم من NXT زوي ستارك ونيكيتا لايونز بيكونون فريق مع بعض. شفنا آسكا وأليكسا، نيكي آش ودو دروب، راكيل وعليا، زايالي وبوتشي، ناتاليا وسونيا ديفيل. واليوم راح نشوف دينا بروك وتامينا ضد داكودا كاي وإيو سكاي. بيلي افتتحت العرض مع فريقها، كانت كاشخة صراحة، قالت دينغ دونغ على ستايلها القديم، وكملت كلامها، كانت ما تستحون تعملون لنا بو، نحن ما نبغى نكون هني اصلا، بس انتو تحتاجوننا، وانتو حبيتوا بيكي يوم كانت تتنكر كل اسبوع، وبطلتكم بيانكا، بس عرفوا بدوني ما تسوون شيء، نحن طلعنا الافضل من كل السيدات، واهم من ذلك شغفهم، وانا عندي سؤال لكم، كيف انا الوحيدة اللي اكتشفت مواهب مثل ايو سكاي وداكودا سكاي؟ عدلتها بعدين، قالت أدري اسمها داكودا كاي كل منكم. Realize the benefits of bringing someone in like Dakota Sky. Dakota Kai, I know I said it wrong, you dummies. شتتوا أفكاري. داكودا قالت مو لازم تشرحين لهم، نحن بنراويهم موهبتنا في الحلبة بعد ما نفوز في بطولة التاج تيمز. آسكا وأليكسا طلعوا معاهم بيانكا. أليكسا قالت لا تستعجلوا يا بنوتات، ما راح تفوزوا بالبطولة، لأن لو فزتوا في مباراتكم اليوم بتنافسونا نحن. بيانكا قالت اللي صار بيننا ترى ما انتهى، وما عندنا مشكلة نلعب ضدكم اليوم. بيلي قالت ما راح نسويها في كليفلاند أكيد، ولكن المفروض يكون في حدث مهم مثل كلاش ذا كاسل. بيانكا قبلت التحدي، بس بالطريقة ذي انتم مو حركتوا النتيجة ولا يتهيأ لي. وفي زي مشابه لسوبرمان ضاربون. أليكس عملت كروس بادي عليهن، والحكام مع الإدارة وقفوهم. سيت رولينز ضد أنجلو دوكنز، نشوف فورد يتشنج قدام رولينز، ودوكنز عطاه باونس على طاولة المعلقين. رولينز وفورد بدوا حرب الكرسي، ولكن الحكم شاف مونتيز ماسكه وطرده برا على المباراة. نشوف التوب بيكون هيرو من دوكنز والسايلنسر، ولكن رولينز يقوم. شفنا حركة البيدجري ورولينز يفوز يسلم على عمو اتش، وبعدين كيرب ستومب بعد المباراة ويطلع برا على الحلبة قبل ما يوصل فورد. مع الأسف ستريت بروفيتس يظلوا لوزرز في العروض الأسبوعية، شكلهم بيفترقون قريبا جدا. اجمع المستيريوز ورا الكواليس، قال شوفوا أدري تشربكت الوايرات وهاجمتك بالغلط دومينيك الأسبوع الماضي. دومينيك يدزه، ري يحاول يهديه يقول له لا الشخص هذا عرفه لمدة 20 سنة. دوم قال له أنت تعرفني ل25 سنة وتدافع عنه؟ مشى دوم، ومستيريو قال لإج هذا ولدي وأنا بفهم الوضع يعني، بس عطني شوية وقت. إج قال له كلامك صح، بس اتمنى توديه الحلاق يا اخي. راي قال ما عليك، نحن ماخذين موعد باتشر واكيد بخليه يحلق مكينه. قال تمام. توماسو تشامبا يهدي المباراه والفوز للراحل هارلي ريس اللي دربه ايام شبابه. طبعا هو تكلم بكل ثقه، كان متاثر بالموضوع يعني قبل العرض، حتى حاط بوست في الانستغرام يتكلم عن فضل هارلي ريس في مسيرته. بس حبي تشامبا يعني ما بي اقول لك صعبه، بس نوعا ما مالك امل تفوز على بوبي لاشلي. ازيكيل ضد كيفن اوينز، نقول ويلكم باك لكيفن اوينز، اول ما دخل دمره وعطاه باور بوم على طرف الحلبه، والحكم طلب مساعده. نشوف الاطباء يجون يشيلون زيك
الشريك المسكين وهو أحد ضحايا خروج فينس مكمان من السلطة. قلت لكم في فيديو اللي طاف فيها سامي ترى خلاص بينسحب عليهم. الجيمك هذا كان جميل، حبيته في بداية الموضوع يوم كان يعطي سيجمنتات مع كيفن أوينز ويوم طلع إلايس، بس الآن خلاص انتهى الموضوع وكيفن أوينز لازم يكون بشكل جدي واتمنى يحصل دفعة يا فردي أو تاك تيمز مع سامي زين ونشوفه في الواجهة. يا أخي الولد هذا موهوب. فين بيلر مع داميان بريست كانوا في الحلبة قالوا إيج يقول لازم نخاف بس الخوف ليس حقيقي والخطر واقعي. داميان تحدى إيج لمباراة بعد أسبوعين في تورونتو، يقول إيج ما لعب في رو لمدة 12 سنة وإذا أنت رجال اقبل التحدي. مشنا إيج لعب ضد أورتن السنة الماضية في رو. داميان شو شارب أنت؟ يمكن قصده 12 سنة في تورونتو ما ادري. مره ثانيه ورا الكواليس نشوف ايج يسال ري عن دومينيك، يقول له ها حصلته؟ ري قال يا اخي ما يرد علي لا مسج ولا مكالمه، يقول ما يبي يقص شعره. ايج قال له الله يهداك انت، مفروض تقول له تخفيف يعني ما يقص وايد شي بيوافق. ري قال له الله معك حق، مو مشكله متى ما حصلته بقول له الموضوع. فين بالر ضد ري ميستيريو، شفنا 619 على راس داميان بريست المسكين. نروح اعلان نرجع نشوف الزحلقه الى سانست فليب. داميان سحب رجل ري، ايج وصل يهاجم داميان، يدخلون بين الجمهور بعدين حركة الكود ريد شوت جان دروب كيك وكودي جراس، بس ري يقوم يعطي الهرك الرانة ونشوف بابي وصلت شايلة دومينيك وهو مستانس اعتقد، وانا ما عرفت هذه كدمات عويها ولا بوسات واحدة من الثنتين. ري انصدم نشوف حركة 1916 والكودي جراس. فين بالر يفوز. ايو سكاي ورا الكواليس قالت I don't like you. Me too ايو. مي تو. داكودا كاي وإيو سكاي فازوا على تامينا ودينا بروك بحركة الياكوزا كيك والمون سولت. كيفن حصل كيفن ورا الكواليس قال له ليش هاجمت زيكيل؟ كيفن قال أنا هاجمته لأنه مو غبي مثله، والآن أرجع وأذكر الكل أن ماندي نايت رو إز ذا كيفن أوينز شو. بس خلكم من كلام كيفن، يعني تشوفون وراه سيارة سوت حادث ولا شيء ما أدري شو صاير فيها، دو دروب واقفة مع نيكي آش وبعض الإداريين يطالعون في السيارة، في ناس قالوا هذا فينس ميكمان قاعد يحاول يرجع للعروض بس مو مخلينا. يقول لك عصب بعد ما فصلوا جون لورونايتس امبارحه. تشوف توماسو تشامبا لابس جاكيت هالي ريس بيلعب ضد بوبي لاشلي على لقب الولايات. ثمز يشتت انتباه بوبي لاشلي بس بوبي يهاجم تشامبا، بوبي يشيل تشامبا ولكن المز يحاول يوقفه ويفر تشامبا عليه. نشوف السبير من بوبي ولكن يوم يثبته المز ياخذ ريله ويحطه على الحبل، وايج ستاز يطلع ما ادري من وين يهاجم المز. المز يدخل في الكاميرا المسكين. حركة الويلوز بيلز بس بوبي يقوم، شفت الباور سلام من بوبي والهيرت لوك يفوز فيها المباراة. الحين القصة هذه انه بهدي المباراة لهارلي ريس، قلنا بيجلب عليه المز بيكون في سبب مقنع انه يخسر المباراة هذه ونشوف عودة جاري كارغانو، ولكن ما صار ولا شيء من هالموضوع ويمكن يمططون فيها، يعني يمكن نشوفه الاسبوع القادم ذا ميز يجلب وجاري كارغانو يرجع ما ادري، بس ما حبيت الفكرة هذه ابدا. ما كان عندي مشكلة نشوف دي كيو وبوبي لاشلي يحتفظ، وبهذه الطريقة دام بوبي لاشلي فاز بشكل نظيف انت قتلت كل امال توماسو تشامبا. شو بتسوي معاه بعدين؟ نصبر الاسبوع القادم ونشوف شو يصير بينهم. واعلنوا بعد الشربكة اللي صارت ان ايج ستايلز بينافس ذا ميز في مباراة نو دي كيو ماتش. طلع 7.3 قدم انش عملاق نيجيري اوماس يفوز على 2 جوبرز في مباراة هانديكاب، دمرهم واحد ورا الثاني. سمعوا صرخته بس ولك ام كلثوم ما تقدر عليه. نشوف الباور بوم ويحط رجله عليه يفوز المباراة. كيفن المعلق سأل سيث رولينز قال له ردل ترى بيرجع الأسبوع القادم. سيث قال له أنا ما يهمني كلامه بس يقول برو ما يهمني كلامه أبدا يسولف كأنه ياهل، بس حبيت أذكر الكل أني أنا البواب في WWE اللي بيوصل لازم ياخذ إذني أنا وأقول للجمهور ترى بيحطم أحلامكم. لو ما تصدقوني سألوا دينا وايت اعطاه الشوت على الولد. لا احد يراوي اللقطه هذه لدينا وايت، لدينا وايت معروف انه يكره مات ريدل، يكره كره. شو اقول لك؟ كان يقول انا ادفع لك فلوس عشان تلعب كم مباراه في السنه؟ مبارتين ثلاثه؟ وقبل مباراتك تجلس تدخن السوالف هذه وتخرب مسيرتك؟ صدق ما تستحي. His name is Matt Riddle. What are your thoughts on this gentleman? If you sign a contract with the UFC, I owe you 3 fights in a year. Now the reason he's not in the UFC anymore is because he could not pass a drug test. And think about this. You have to go to work 3 times a year and you couldn't pass a drug test? طبعا هذا قبل ما يسمحوا للجماعة يدخلون الشيء هذا في أمريكا. وبعد ما يرجع ردل راح أخليه يعتزل نفس ما عملت مع كودي رودز.
سيث لا تزيد الألم الله يخليك. دولف يفوز على تشاد جيبل في مباراة جميلة بحركة السوبر كيك. أعلنوا الأسبوع القادم دو دروب ونيكي آش بيلعبوا ضد أليكسا بليس وآسكا في بطولة التاغ تيم. والمين إيفنت، نعم المين إيفنت كان في المز ضد إيج ستايلز في مباراة نو دي كيو ماتش، وهم واقفين فوق طاولة التعليق تشوف إيج ستايلز يحاول يعمل ستايلز كلاش ولكن المز وقفه ويفر الحبيب يروح بين الجمهور. إيج يهاجمه بالكندو ستيك ضربة ورا الثانية يتألم المز، بعدين يحطه في المنطقة الحساسة مسكين راح فيها. سايد راشن ليك سويب بالكندو ستيك يثبت المز ولكن المز يقوم، شفنا فينومينال فور أرم بس توماسو تشامبا يسحب الحكم ويخرب على اي جي. اي جي يهاجم تشامبا، نشوف الستاز كلاش واي جي يفوز المباراة. مباراة كانت حلوة أكون صريح معاكم، وهالشي مو غريب على إيج ستايلز، ولكن أهم من هذا كله كان ظهور ديكستر لومس. دبليو دبليو إي نزلوا فيديو في اليوتيوب مع الكاميرا عليه بشكل واضح، بس في العرض يمكن المشاهد ما لاحظ لأن إيجي كان يطالع بالجمهور والكاميرا ما كانت مركزة عليه، هني تشوفه موجود المسكين. فلو تذكرون اللي صار ورا الكواليس مع السيارة الخربانة دو دروب ونيكي آش، هذا كله على أساس ديكستر لومس سواه عشان يظهر في العرض. أشوفها فكرة جميلة وفي غموض الموضوع، ننتظر شو يصير الأسبوع القادم. طبعا هذا كله خلى عصب سؤالي أنا هني، من الفري ايجنتس اللي موجودين في الساحة خلنا نقول يعني ما حصلت غير ديكستر لومس اترجع عمو اتش ومعاه كيريان كروس، وفي اسامي كبيرة يعني تكلمنا عنها جوني غارغانو براي وايت، مصيبة في اسم ثالث يقولون وقع مع الدبليو دبليو اي برون سترومان. شكله عمو اتش يتابع كنترول يور ناريتيف كثير، وفي بداية الفيديو تكلمنا عن اندرادي، يعني اندرادي حبيبي حتى لو طلعت عمو اتش يبى يرجع حبايبه ربع اللي كانوا معاه في NXT قبل ما يمرض. والايام القادمة ما ادري ايش اقول لك، يعني اذا ديكستر لومس بيكون له قصة بيبداها مع ايج ستايلز، هل بتكون القصة هذه بنفس الطريقة اللي سواها في NXT ان انسان مختل ويلاحق المصارعين الثانيين ويحب مصارعة واحدة بس اللي هي اندي هارتويل؟ بس من وجهة نظري ما اشوف ديكستر لومس نجم كبير انه يغير في القصص ويجيب لك مشاهدات، رايي الشخصي فقط، ولكن كقصة حبيتها واتمنى الاسابيع القادمة ما يروون على طول ان هذا ديكستر، نشوف نفس الامور لكذا اسبوع لين اخر شيء يهاجم ايج ستايلز وتبدأ العداوة بينهم. لا تنسون دائما ابدا بينكم 1 سوير.